بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دعاء اللي حد اتحناها دعاء يطرين دعاءني وحي كم اتحي دعوين كأري أهان كوبان ما إريدو دو أي كوبينيهين لكن معنوهو دي إيو نحر ككوشرا وبلارين يحي كوبسان يا خير الدون يمد آخر با نبيجينا عليه الصلاة والسلام وحيابها إلهي كمان نيستي وحا كم اتح إنو إريي رير أو كوبان أذيك سنة يا أما أورانيو لكن معنها iyo nuxurka iyo qoto dheeraantahay ereyadaasi qoto dheer yihiin ayihiin kuwa wax weyn ajiiba oo dunida aakhiraba qofku barakadooda iyo wanaagooda u helayo waxa kamid ah ducooyinka nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam allahumma أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم الله يو أحسن وناجي عاقبتنا عرب دمباتك إيا دماتك أرنكستا أمور تيدو أودن إلهو دمات كودة يعرب دمبات كودة هجاتي وأجرنا ربي ونقا إلالي نبال مري نقبت بادي من خزي الدنيا خزي وحليدها فضيحة وحليدها وجه حمضة وحليدها حمانتي مقع حمضة وحليدها عيبتي فضيحة يعني خزي الدنيا الدون كإنا تكفى ذي حدودي دو كمقع حماتي دو أتكعولناتي دو فرتك وقتاقناتي دو تسمي سيد وح وحويا مقعاك يعرضقاك يشرفت هذا سامين بأن كوية شعود وجهك تبدأ تسي ويدد أي الله سبحانه وتعالى نبيك كما قلقلي أجرنا ربي ونقيل علي من خزي الدنيا الدون كإنا نوت جبحنو وفضي حد وحويانانو لنو لانو ومقعيقي عرضقيقي شرفتيدو اي دولك قشو ان ربيو كامل قلينا وعذاب الآخرة آخرنا انانو عذاب مضنو الخزي والذلقة ذلقة يهلاقة يبلايئنا دحت بالطو هيا خزي ليلاها قرآن كميلة بضن بيكو سوار ورتي نبي لوط عليه السلام مركي ملائك توتمي رقي مركا وقوم كوها الشيطان كو قاتي لغوية حامل رقا كاليني وحكتيان اي كسو أردين يهرعون يغو أردي يغو وحويان عرب كروح يغو كسو إيمال ملائك تي رق مودي اي كسو أردين محكولي فاتقوا الله ولا تخزوني في طيفي أليس منكم رجل رشيد إلهي كعبصدا وهيقوة حميننا هيقو فضي حذيننا هيقو مقع حميننا شرف دراها إيدي لنا هيقو حميننا وجيقة وحويان تتكم مرتدائية أليس منكم رجل رشيد وروح عقل لهو إسقبنا يؤو حشونا يؤو شرف لمياني إذي كتشرين ولا تخزوني في طيفي هيقو حميننا مقع هيقو قد لنا مرتدائية أكتود قرآنك وحي كلوكو سو أرورتي في سورة التحريم إلهي سبحانه وتعالى مركو كور رميو يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يوم ما لنت لا يخزي الله إلهي آنوه جنين فضيح ضينين النبي النبي عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا معه يكوي إيمانك لقاها لي الرمي والصعدة نورهم افتين كود يسعى وصعني بين أيديهم هرانتو وبأيمانهم مدريدو يقولون ربنا ويكوت عيسني ربك وأتمم لنا نور دميستر نورنا نور كيغ يفتين كيغ في سورة الحديد مركي إلهي سبحانه وتعالى مواقف قيامها كدعي متكود ونوغ ورمي أيو إلهي سبحانه وتعالى ينوشيقيا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم ما لنت ترى هاد أركدون تو المؤمنين الرقي مؤمنين تهي ما انك لقاها لي والمؤمنات يدو مرقي مؤمنات كاها يسعى نورهم ويفتين كود وصعني بين أيديهم هران تودا وبأيمانهم مذيك يذودا بشراكم اليوم وملايك تو أليذا هيكو بشاري استمانتا جنات تجري من تحتها الأنهار جنوين أي حويا هوستود صعنيان وبيال خالدين فيها وادكوارسان ذلك أرن كاسي هو الفوز العظيم وحلقو قوليستو جنوين كاسي بيرها سيبيها سعونية
ayaa ah yacni guusha ugu weyna qof bani aadami ka hadhi doono. Markaasuu ilaahay wuxuu inoo sheegay isla mowqifka kuwo kale oo iyaguna daba socda maalinta qiyaamaha. Waa marka la marayo waxa weeyaan mawaaqifta qiyaamaha ee qofka mu'minka ayuu iftiiminayaan xubin kasta uu ka weysaysan jiray oo ka sujuudi jiray ayuu iftiiminayaan wadooyinka madowga ah ee ay marayaan. Markaasaa kuwii munaafiqiinta ahi odhanayaan yowma yaquulu lmunaafiquuna waalmunaafiqaatu liladiina aamanuu nduruuna naqtabis min nuurikum qiila irjicuu waraa'akum faltamisuu nuura faduriba baynahum bisuurin lahu baabun baatinuhu fiihi araxma waahiruhu min qibalihi lcadaab. Munaafiqiintiiba odhanayeen nasuga, dumarkii munaafiqiinta ahaa iyo raggii munaafiqiinta ahaa ayaa odhanayeen nasuga. Kuwii mu'miniinta ahaa iftiinka waxa weeyaan uu jirkooda ka baxay ba odhanayeen nasuga. Unduruuna nasuga naqtabis min nuurikum, bal aanu dabkan iyo waxaan idin iftiimaya qayb idin ka qaadano, nuurkan idin iftiimaye. Markaasay ku odhanaya qiila irjicuu waraa'akum, gadaashiinna u noqda. Culimada qaar waxay ku macnaysaa inay leeyihiin ortoo adduunyadii soo shaqaysta de wax idin iftiimiya, qaarna inay leeyihiin bal ortoo dabadiina eega yacni oo gadaashiinna waxaad ka eegtaan iftiinnaa soo heshaa iyagoo ku jeesjeesaya. Faltamisuu nuura, isku day inaad ka soo heshaan iftiin. markaasuu ilaahu inoo sheegaya faduriba baynahum bisuurin lahu baabun baatinuhu fiihi araxma wadaahiruhu min qibalihi lcadaab. Markaasaa waxaa la dhex dhigayaa gidaar, baa la dhex dhigayaa adag, oo waxa weeyaan dhinaca muminiintu ka joogtana raxmadii ay ka buuxdo, dhinaca dambe ay gaaladan iyo dadkan munaafiqiinta noqday ay ka joogaana cadaab u joogo. markaasay ku odhanayaan munaafiqiinta yeedhayaan oo odhanayaan yunaaduunahum alam nakum macakum, oo miyaynaan dad isyaqaano oo hebel iyo hebel iyo hablaayo isu yaqaanay adduunka markaan joognay, wada ceeshi jiray, wada cuni jiray, oo asxaab ahaa ee wada socday, aynaan ahayn, maxaa dhacay, maxaa ina kala reebay? Yani dad muslimiin aan ahayn adduunka markaan wada joognay, waa isu wadan qaanay, waxbaan wada cuni jirnay, asxaab baan ahayn, sidaa idinkuna maanta iftiin ku heshan anakuna bilaa iftiin aanu ku nahay. markaasay muminiintu waxay ku odhanayaan qaaluu bala haa walaakinakum fatantum anfusakum, nafihinnii baad fitnayseen. fatantum anfusakum, culimadu markay sharaxayaan waxay dhahaan yacni dadku iyagoo muslimiin wada ah oo adduunka wada joogo, wada ceesha iyo ilmaadeer iyo ilmaabti iyo asxaab iyo facebook iyo twitter iyo meel kasta laysugu jiro, ayaa qaarna dhex dabaalanayaan wax kasta oo iimaankooda khalal gelin kara. maanta tayaaraadkaasi aad bay noogu soo bateen, maankaa la shiilaa iyo maskaxdaa la ballaqaa iyo indhahaa la furaa iyo su-aalo haddaanad isweydiinan meyd baa tahayo nebigan ninkan carbeed ee xaggan inooga yimi iyo xijaabkani waxa weeyaan waa dhaqan carbeed oo meel baa laynooga soo kaxeeyeyo laynooga keena iyo dumarkeenni waxay xidhan jireen hidiyo dhaqanka waa kanoo halkaasaa laga arki jiray jirkoodi, waxay dumarkan dadane yaa inoo keena iyo mashruucyada imika ina socdaa. fatantum anfusakum, soo hoos gelayaan. marka qofku markuu isdhigtay yidhaaho wallaahi 12 baa igu jiro allakoodii aho, waa iska caadi hebel iyo heblaayo, dhibaato ma arko, koliba aniga ima fidnayn karayaan wax weyn maahaniyo yacni oo aada la qaadqaadid ood sheekadii la gashid oo ilaa hadhow toole aada isdhigatid oo wallaahi balaahayaa hebel baa maanta soo qoray, maxaa masaajka lagaga sii socdaayo, muxuu ilaahay uga baahaya in loo tukada iyo maxaa horta dumarka laga xidhxidhaya laga baktiyay kuleelkaa layi dharkan waaweyn xidha iyo mashaariicda noocaasa, muxuu nebigu saanu ahaa ninkan carbeediyo yacni sheekadaasi fatantum anfusakum ayay soo gelaysaa. nafihiinibaa fitnayseen, meel kasta oo qalbigiinu fitno ku gelayay, mowqif kastaad istaagteen idinkoo u arka it's okay, waa caadi, waa ilbaxnimo, isyar dabci, extremismka ka soo bax. ya fatantum anfusakum bay soo gelaysaa, watarabastum, markaasaad isdhigateen, markaa beri baan toobad keeni doonaa, waa iska caadi, saa dambe jimcaha dambaan soo tukan doonaa, iska caadi, dhib malahe, wallaahi kuleyl maanta samar bay tahay iga yar dhigaxan. wartabtum, ilaa hadhow toole afkaartaas iyo ideologiskaas ah qaadateen oo idinka shaki ay idinku abuureen. waqaratkum alamaanii, markaasay rajadii waqti dheeraysi cimri dheeraysi ay idinku hoday. xataa jaa amrullah, ilaa amarka ilaahay yaa jashi ay idii timi. waqarakum billaahi alqaruur, waxaasoo dhan waxaan uga socdaa khiziga ayay soo hoosgelaysaa. ilaahayba iimaan ku siiyey, diinta nebi maxamed baad ku dhalatay calayhi salaatu wasalaam, fadyaxadda aakhira waxa kuu horseedaya iftiinka kaa baktiinaya waa yacni fitnada aad naftaada dhex dhigtay. markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka ducaysan jiray wa ajirnaa min khizyi dunyaa, ilaahayo adduunyada fadyaxad naga soo raacdaayayna jirin intaan joognana magaxumi yaanaanu joogin, magaxumi yaanaanu joogin, rabbiyow naga ilaali. wacadaab alaakhira, adduunyadana fadiixadan adduunka ka soo qaadnay, rabbiyow yaanan aakhiro cadaab u mudanin.
اللهم الله يو أحسن وناجي عاقبتنا عرب دنبات كي يقو عرن كستو أنقلو أما بسنسا هاتو أما قور ها هاتو أما سفر ها هاتو أما قوري ها هاتو أما وحي دونتا ها هاتو وحكستود قعنتا كو قادين إلهي سيوان أكسان كو قصور دميو وإسعيل كان بآنات كقلين أيو نبي كدو عيسانية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا ربيو نقي العلي نبال مري شركيك عذاب يوتابنين أدونك إنتهان جوكننا خزي يفضيحة يمغ حمو ربيو يانو نسو قارن وعذاب الآخرة آخرنا يانا عذاب مدنين.